فرختين خلاص، وكوبايتين من البصل الاحمر المبشور، كوبايتين من عصير الطماطم، كوبايه من الخل، ربع كوبايه من الزيت، نص كوبايه من الميه، 2 معلقه صغيره من السكر، ومعلقتين كبار من الروز ميري الناشف، ومعلقتين كبار من الزعتر، ومعلقتين كبار من الجنزبيل الباودر، وملح وفلفل اسود، وبس خلاص على كده. خلاص طيب، الرز، الرز بشعريه برضو هنعمله، ايه رايكم ما تيجوا كده نبدا بالرز بشعريه وننزل بمقادير، وهي ما فيهاش مقادير خالص خالص، وهقول لكم كده ايه عباره عن ايه وليه بيبقى بتاع المطاعم بيبقى حلو ولذيذ. هقول لكم عندي 4 كوبايات من الرز وكيس من الشعريه وميه مغليه وملح. يلا بينا نشغل كده على الرز قبل ما عشان يلحق يستوي معانا كده. خلاص طيب، وعندي ايه طبعا ميه مغليه. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي حله خلاص، هنزل بشويه من الزيت. طيب الرز بيحتاج زيت كتير عشان يبقى مفلفل، حابه تحطي زيت وسمنه مفيش مشكله. اسمعي بس الطريقه دي مني واعمليه بزيت بس وكتري الزيت خلاص. طيب انا هنا انا اسفه مش هكتر قوي الزيت عن كده، ليه؟ لان انا قبل الهوا محمرين الشعريه علشان ما تاخدش معانا وقت. الرز بشعريه كل ما تزودي الشعريه بتاعته كل ما يبقى طعمه حلو قوي. خلاص طيب، هنزل بالشعريه، مش هستنى الحله تسخن قوي لان انا بقول لكم الشعريه اصلا متحمره، وانتي بتحمري الشعريه بقى كده على طول ايدك فيها يمين وشمال يمين وشمال، ليه؟ علشان كلها تاخد لون واحد. خلاص كده على طول هنزل برز. انا بقول لكم انا مش هطول في الشعريه لان خلاص هي متحمره. وهعمل ايه بقى؟ هنقلبهم بقى كده مع بعض، وهم يعني وطول حله الرز ما هي على النار كده على طول تقلبي فيها علشان يطلع مفلفل معاكي. دلوقتي مثلا مش عندي البلانشه الصفراء اللي انا المفروض استخدمها للفراخ، مش متوفره عندي في البيت. كل طبعا لون بيبقى ليه فايده، الاصفر ده بيبقى للفراخ. طب انا مش عندي الا الخشب، هعمل ايه؟ مش عايزه ان انا اقطع عليها الفراخ. انا دلوقتي البلانشة الصفرة مش عندنا في البيت، وهضطر ان انا استخدم البلانشة خشب، غلفتها بستريتش بالشكل ده. تعالوا بقى نبدا ونشوف ايه هنتعامل ازاي مع الفراخ. انا عندي فرخه اهي متقطعه من عند سلسله الظهر، وسبت لكم واحده كده عشان نقطعها مع بعض. فراخ الشوي يفضل ان هي ما تكونش فراخ كبيره، تكون فراخ صغيره، يعني احنا الفراخ النهارده في حدود 1100 1200 مش اكتر من كده. حابه ان انت تستخدمي فراخ اكبر من كده هقول لك تعملي ايه. طبعا واحنا بنستخدم الفراخ ان هي تبقى ناشفه تماما تماما، وطالما انا مسكت بقى ايدي كده بالفراخ ابقى حريصه قوي. بصوا شايفين انا بكوعي كده وهسند المناديل، ما نفضلش بقى ايه نمسك كل حاجه كده معانا في المطبخ ونروح ماسكين الحنفيه بايدينا. الفراخ دي ليها تعامل مختلف يعني، ونخلي بالنا. خلاص انا كده نشفت الفراخ كويس، مهم قوي ان احنا ننشفها كويس بالشكل ده. طيب هعمل ايه؟ هجيب الفرخه بتاعتي بالشكل ده. بصوا انا بس عشان ايه تبقوا متخيلين معايا، اهي الفرخه دي المفتوحه، انا هعمل زي دي بالظبط. خلاص دي مفتوحه معانا اهي، انا فتحاها علشان تبقى سهله علينا ويبقى يدينا في الاخر شكل حلو كده. همسك الفرخه كده اهي، هاجي من الحته دي من عند العمود الفقري. عندك حلين، ان انت تفتحيها من هنا او من هنا، بس انا بفضل ان انا افتحها من عند العمود الفقري. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا كل ما السكينه بتاعتك تبقى حاميه ده هيبقى افضل ليكي عشان لا قدر الله ما تتعوريش. طيب هل العمود الفقري ده هنرميه او لا ما نرميهوش خالص، احنا هنعمل منه شوربه. حضرتك هتشيليه في الفريزر خلاص، وممكن تجمعيهم
وتعملي منهم شوربه. مهم ان السكينه تبقى حاميه، للاسف السكينه دي مش مساعداني بصراحه. لا مش هرشاره، لا كده. خلي بالنا ضروري ان السكينه تبقى حاميه عشان لا قدر الله ممكن تتعوري، عشان انا كنت هتعور دلوقتي بصراحه. اهي اهي ده العمود الفقري، السلسله اهي خلاص. طيب هحطه كده على جنب وهجيب بقى الفراخ بتاعتي وبالسكينة وهعمل فتحات بالشكل ده. اهي اديها شرايح كده كده ومن على الجنب. وعايزه اروح، معلش انا هقلع كده واحدة جلوفز، وعايزة اروح للرز واشوف ايه اخباره. كده نجيبه على النار شوية، الحلة سخنت قوي بصراحة. طيب بعد ما قلبت الرز مع الشعرية هنزل بشوية من الملح اهو بسم الله، ومية مغلية وشكرا على كده اهو بسم الله. طيب مقدار المية المغلية لكل كوباية من الرز ليها كوباية من المية. طيب انتي مش عايزة تلتزمي بكوبايات ومش هتعايري بكوبايات، يبقى هيبقى المية هتعلى عن الرز بعقل الصباع خلاص، بس كده كفاية. يبقى المية هتعلى عن الرز بعقل الصباع، هرجعها كده تاني وهدي النار شوية. اجي من عند الصدر كده من على الجنب وهفتح اهي، فتحت فتحة، ومن الناحية التانية فتحت فتحة كده كده كده، ومن الناحية التانية كده 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 خلاص. ايه حاضر حاضر. طيب هنعملها تاني. انا جيت من على جنب الستر وفتحت فتحة بالشكل ده، والجنب التاني فتحت فتحة هقول لكم ليه، وعملت 3 شورت من هنا و3 شورت من هنا، وجيت من عند الورك برضو عملت كده. دي في حالة ان الفراخ صغيرة خلاص. انا بس هنا ايه هوطي على الرز واسيبه يستوي. يبقى الرز اللي بشعريه بتاع المطاعم رز شعريه زيت، بيحمروا الشعريه في زيت وبعد كده بينزلوا بالرز يقلبوهم كتير علشان يبقى مفلفل معانا، بينزلوا بميه بملح وبس، مش بيتسقي بشوربه يا جماعه، بيخلوا الشوربه لحاجات تانيه اولى خلاص. يبقى الرز بشعريه بتاع المطاعم بيعملوه بميه بملح. طيب تعالوا نرجع تاني للفراخ. انا كده الفراخ بتاعتي كده خلاص بقت عندي جاهزه، شلت العمود الفقري بتاعها خلاص وفتحتها بالشكل ده. نخلي بالنا بقى ونشوف التتبيله بتاعتنا ايه. هنزل بالبصل المبشور، مش ميه بصل ولا حاجه، بصل مبشور اهو بس مش معصور خلاص. عصير طماطم، طماطم مضروبه في الخلاط بقت بالشكل ده، نص كوبايه من الزيت. وعايزه اقول لكم ان المقدار ده على فرختين، يعني انتوا لو هتعملوا فرخه يبقى هتقسموا نص المقدار اللي انا بقوله ده. معلقتين كبار من الروزماري، معلقتين كبار من الزعتر، الزعتر اساسي في المشويات في الفراخ المشويه، معلقتين كبار من الجنزبيل الباودر،
المفروض ان انا احط عسل. طب انا مش عندي عسل، هعمل ايه؟ هحط شويه من السكر، حوالي معلقه صغيره من السكر. خلاص عندك عسل هيبقى افضل، هتضيفي معلقه كبيره من العسل الابيض. طيب خل، خل بشوفه بس، خل ولا ميه؟ خل كتير اهو، تمام. ونص كوبايه من الميه. وعايزه اقول لك على حاجه بالنسبه للخل، عايزه تحطي خل اكتر من كده قشطه حطي، بس اهو. خلي بالنا من الملح، يعني انا هدوق، انا هحط الملح ده وادوق. وفلفل اسود بقى، ممكن تحطي توم توم فريش، ماشي. انا في البيت لما باجي اعملها بزود ايه؟ بزود دبس الرمان، معلقتين كده من دبس الرمان في اي فراخ مشويه على فكره. خلاص ده اختياري، بس بفضل برضو ان احنا كنا استخدمنا دبس الرمان. هقلب بقى التتبيله كده بالشكل ده. لا لا خلاص، الله الله والله ريح. بصوا بقى، وانتوا بتقلبوا كده في المرحله دي هتحسوا ان انتوا شامين ريحه الفراخ المشويه بتاعت الحاتي. انا هدوق التتبيله عشان اشوف محتاجه ملح ولا لا. تحفه، حلوه قوي. طبعا انا لازم اقول حلوه، ما ينفعش اقول وحشه، بس هي عايزه شويه ملح. لا لا لا، حوالي معلقه صغيره من الملح. خلي الملح، الملح ده اخر حاجه، عارفه ليه؟ عشان احنا مكترين الخل. طيب ممكن بقى، يعني قبل ما نطلع فاصل هقول لك اهو يا ياسمين بقى، واحده واحده. اما ياسمين تبقى المغرية ما ينفعش تقعد تزعقلي، احنا عشان الصحاب تستغلي طيبتي. هاخد بقى الفرخه دي وانزلها في التتبيله، واعمل برضو شرط كده في الفرخه التانيه اهي، زي ما انتم شايفين كده اهو. بالشكل ده. طيب عايزه اقول على حاجه بقى قبل ما نروح لفاصل. انا قلت لكم ليه هعمل فتحات كده، وانت بتحطيها في التتبيله كده، عارفه الفتحات اللي احنا عملناها في الصدر من على الجنب، حطي كده دخلي فيها تتبيله من جوه اهي. لا هو مش، ياه نور بتقولي ان احنا نسيبها ليله في احنا يعني انا لسه جايه لكم في الطريق واقول لكم التتبيله دي شرطها على الاقل ليله في التلاجه. ليه؟ لان هي ما بتعتمدش خالص على توابل، كلها سوائل، فالسوائل هتاخد فتره كده علشان الفراخ تشربها. فاساسي هتعملي الفراخ دي، وعلشان تطلع معاكي زي ما بقولك زي ما بقولك زي بتاعه المطاعم، ارجوكي سيبيها ليله في التلاجه. مش هيبقى بمقدارك او استطاعتك ان انت تسيبيها ليله في التلاجه وما عندكيش وقت وكده، خلاص انا بقول لك اهو ما تعمليهاش. خلاص وتتبيله الفراخ رهيبه رهيبه، ريحتها تحفه. خلاص انا مسخنه الفرن دلوقتي. عايزه بقول لكم على حاجه، عندكم في البيت دي شايفين دي، يبقى تمام قوي، وهتاخدوا نفس شكل الحاتي بالظبط اهي كده، وتحطوا الفرخه كده بالشكل ده وتقفلوا عليها، هتتكبس عليها، هتطلع معاكوا حاتي حاتي. بس طبعا نظرا الفرن بتاعنا هنا صغير خلاص، فمش هيدخل فيه. فاحنا كده الايه، مش سامعه؟ طب اكيد بتتريقوا عليا، بس مش مشكله. احنا برضو ايه، قلت لهم لا هتعامل، يعني هتعامل، وفكرت لهم كده بفكره حلوه قوي. بصوا بقى على فكره، مش عايزين الكلام اللي انا هقوله ده، دخلوها في صينيه وشكرا على كده. تعالوا بصوا بقى، انا مسخنه الفرن دلوقتي خلاص. هعمل ايه؟ عايزه بس اعمل حاجه قبل ما اعمل الحركه دي. ايه؟ طيب الحقيقه نور قالت لي معلومه، ميرسي يا نور، واتمنى انك ما تقوليش اي معلومه تاني. ليه بقى؟ قالت لي معلومه خطر قوي قوي، هي برضو يعني عروسه بقى وسنه اولى برضو كده، عروستنا برضو. قالت لي ايه؟ الاقي ادهنيها زيت. مصيبه. ليه بقى؟ الزيت هيتحرق معاكي في الفرن،
الزيت ده لو دهنتي بيه، هي قصدها ايه؟ عشان الزيت عشان السوائل ما تلزقش، دي كارثه. اولا الصاج ده هيضيع معاكي، مش هتعرفي ان انت تنضفيه، هيبقى تنظيفه صعب قوي، خلاص؟ كمان الزيت هيتحرق معاكي وهيعمل بخار ودخان وحش جدا. فانا هعمل ايه؟ انا هغلفها بشويه فويل، او عندك حل تاني لو مش عندك فويل، هي سخنه وفي النار، هتحطي في الصاج شويه ميه، بس الميه هتحتاج ان هي ممكن تنشف لان هو الصاج صغير، فهتضطري ان انت كل شويه تضيفي شويه ميه، بس عادي مش عندك فويل حطي ميه. خلاص انا هدخل الصاج ده الفرن، وتعالوا بينا هقول لكم هنعمل ايه بعد كده. بسم الله، هحطه كده في ارضيه الفرن اهو، طيب هتشوي الفراخ دي على فحم، شواية فحم. المطلوب منك ايه؟ ان هي تتصفى تماما من المية. ليه؟ علشان المية هتنزل على الفحم هتطفي معاكي الفحم، تمام؟ فهمتوني؟ ما ماشي، انا شلتها اهو، نعتبر ان احنا هنعملها على الفحم، شواية على الفحم تتصفى كويس قوي، نحطها في مصفى نسيبها شوية نص ساعة تصفي المية بتاعتها كويس، خلاص؟ وبعد كده نحطها علشان المية ما تطفيش معايا الفحم بتاع الشواية، خلاص؟ طب في الفرن عادي هتتصفى برضو، بس يعني مش لازم قوي، يعني مش اللي هو مش هتبقى مش مفيش حاجة هتتطفى معايا، خلاص؟ بس برضو نعصرها كده زي ما انتوا شايفين اهو، خلاص. التتبيله دي عدى عليها ليله، ممكن تسيبيها يوم ونص تصلح لان احنا نستخدمها تاني؟ لا، التتبيله ما ينفعش ان احنا نستخدمها تاني، لان دي خلاص نزل فيها كل ميه الفراخ، خلاص انا ما ينفعش ان انا استخدمها تاني. فات عليها يوم ونص، انا خدت خلاص كل العصاره بتاعتها، وخدت التوابل وخدت الطعم، حتى بعد كده هتيجي تدوقيها مش هتلاقي ان هي ليها طعم، مش هينفع ان احنا نستخدمها تاني يا جماعه، خلاص. طيب انا هعمل ايه بقى؟ صفيت الفراخ بتاعتي، هجيب لا تمام تحت السيطره. طيب معلش انا هقلع بقى ايه الجلوفز، هفتح الفرن كده بتاعي، انا بس قلعت الجلوفز عشان اعرف ان انا افتح الفرن عشان ما يتوسخش معايا، اجيب جلوفز تاني. انا بقول لكم معلش، تعاملات الفراخ بنبقى حريصين فيها جدا جدا علشان البكتيريا والحاجات دي، ما ينفعش ابدا ان احنا طول ما احنا واقفين في المطبخ ان احنا افتح الحنفيه بالايد بتاعه الفراخ وامسك البوتاجاز وامسك المعلقه وادوق بمعرفش ايه كل ده بايدي، فنبقى حريصين قوي. احنا طبعا في المطبخ كل خطوه ما بين كل خطوه التانيه هنغسل ايدينا، خلاص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب كده اول فرخه واحطها بالشكل ده، وتاني فرخه، خلاص هحطها على ظهرها. هقول لكم ليه، هقول لكم ليه حالا، هقول لكم ليه. بسم الله. طيب يعني هنحاول، انا مش عارفه هي المحاوله دي الحقيقه هتنفع ولا لا، بس انا حابه ان انا اجربها معاكم كده على الهوا، هتنفع ولا لا؟ لا احنا ممكن الاصغر شويه، دي كبيره قوي، ممكن كده الشبكه الثانيه، وانا عايزه حاجه تتاكبس بيها الفراخ، خلاص طالما احنا مش عندنا ال بسم الله، هتنفع ولا لا؟ اهو اهو نفعت، بس مش قوي برضو، مش هتديني النتيجة اللي انا عايزاها. انا الفكرة كلها ايه؟ ان انا عايزة اعلم على الفراخ بالخطوط، عايزة حاجة تكبسها لي. بصوا دي حاجة تقيلة، هي عايزة يتحط حاجة تتكبس عليها تقيلة. طيب بصوا، شطورة يا ياسمينة والله العظيم شطورة، هي ياسمين هي اللي يا جماعة قالت حطي عليها حاجة تقيلة، برافو عليك ياسمين. ما تعملهاش تاني. بصوا شايفين دي
فظيعه. عندكم الفرن ياخد الحجم ده، على فكره دي كبيره وفي منها اصغر، خلاص بتحطوا الفراخ وتقفلوها بالقفل ده، تمام؟ دي هتدي معاكم نتيجه وشكل فظيع بصراحه. انا ليه حطيت الفراخ على ظهرها؟ هحطها على ظهرها اول ربع ساعه، ليه؟ علشان لو انا حطيتها الناحيه التانيه هتنزل الميه بتاعتها، انا عايزه الميه تتكبس فوقيها. ممكن نيجي؟ تعالوا كده. شايفين؟ لو انا قلبتها على الناحية التانية بطن الفراخ بيبقى متجمع فيها التتبيلة، مية التتبيلة، فاللي هيحصل ايه؟ ان كل التتبيلة هتقع. فانا بس عايزة اوديها اديها وش على الجلد، وبعد كده هقلبها على الجهة التانية، ودي خطوة اختيارية ممكن ان انتوا تستغنوا عنها. تعالوا بينا ننزل بمقادير السلطة، يلا بينا. بسيطة جدا. طيب عندي طماطم، خيار، بصل، فلفل حار، جزر، عصير طماطم، خل، ليمون، بقدونس، كزبرة، شبت، مفرومين، توم، ده لوحده بقى، توم فريش وفلفل حار وكمون وكزبرة، وهنحتاج الكبة بقى علشان هنضرب شوية حاجات كده مع بعض. اتراجعت؟ طيب كبتنا اهي تحت اهي، ثواني بس كده امسح كده حواليا. وانتوا بتستخدموا الفراخ يا جماعه لقيتوا اي نقط نقطت كده بشويه خل، وامسحوا الرخامه بتاعتكم بعد اذنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب هعمل ايه؟ عندك هون ماشي، مش عندك استخدمي كب. هنزل بالفلفل الحار وكمون وكزبره وثوم، وهديهم ضربة بسيطة، أنا مش عايزاهم ينزلوا المية بتاعتهم، مش عايزة الضربة تبقى قوي. بسم الله. مش عايزة أكتر من كده. هجيب بقى بولة، هقول لكم بقى مية السلطة بتتعمل ازاي. بصوا بقى، يبقى انا كده ضربت في الكبة بتاعتي فلفل حار وتوم وكمون وكزبرة، هنزل بيهم بالشكل ده، انا عايزة القوام بتاعهم يبقوا كده. خلاص بصوا بقى، طماطم مبشوره، طماطم مبشوره في السلطه، في السلطه. في السلطه هحط طماطم مبشوره، هنحط طماطم مبشوره. خلاص عندي طماطم وفلفل حار وخيار وبصل احمر وشويه جزر، انا مش هحطه كله، انا مش عايزه جزر كتير في السلطه النهارده، تمام؟ احط وهشوف ممكن احتاجه كله، بس انا مش عايزاه لونه يغطي قوي على السلطه. اهو اهو كده. وهقلب بالشكل ده. شوية خل أبيض، مش كتير، شوية من عصير الليمون، سنة من الشطة، سنة سنتين، هي مش سنة بصراحة. وهقلب. آخر حاجة إيه بقى اللي بتتحط للسلطة؟ كوباية. برافو يا ياسمين، انت شاطره، ياسمين شاطره قوي النهارده ما شاء الله. والله يا جماعه لو شفتوها اصلا ما بانش عليها، دي رقيقه كده وبتاع، دي شاطره قوي. لا لا برافو، بيسقفوا لها جامد قوي، برافو عليكي. ميه ساقعه متلجه، واحيانا بيحطوا تلج مجروش. ليه بقى؟ اسالوني كده وقولوا لي ليه بيحط. طب استنوا عشان هما بيجاوبوا واحدة واحدة بجد، ليه؟ ليه قولوا لي في
بصي فتة بقى، بصوا هما اجاباتهم صح، بس هما بيحبوا يجودوا ويأفوروا، فاللي هو ايه بيأفوروا قوي في الاجابات. هي اجابة بسيطة هي صح، بس هما بيأفوروا في الاجابة قوي، بيطولوا في الاجابة قوي. هي اجابة بسيطة قوي، المطاعم بيعملوا كميات كبيرة من الصبح خلاص، فالفكرة في ايه؟ في التلج المجروش او المية الساقعة، ان هي تحافظ لي على السلطة ان هي تفضل مش بايظة، يعني تفضل محتفظة باللون بتاعها طبعا، وتفضل ما تبص بسرعة، وخصوصا لو الجو حر بيعملوا كميات. فبيضيفوا كمان تلج مجروش مع السلطة خلاص، الشكل ده، لان هما كمان الله على الريحة، ريحة مش معقول، ريحة حلوة قوي. طيب المفروض ان احنا لما نعمل سلطة الحاتي في البيت ما تتقدمش في ساعتها، هعمل ايه؟ هنزل بس شوية مية كده. هعمل ايه؟ حضرتك هتغطيها وتسيبيها على الاقل، على الاقل ساعة، ساعة كاملة. ليه بقى؟ هقول لك ليه. في التلاجة طبعا مية السلطة اللي هي بتتقدم لنا في المطاعم بيبقى لونها ايه؟ بيبقى لونها احمر. انا دلوقتي لو جيت شفتها ممكن الاقيها لونها ابيض شوية، مع ان والله بصوا ما شاء الله ما شاء الله، بصوا لونها برضو محمر ما شاء الله. لو جيتوا عملتوها في البيت كده هتلاقوا ان المية بيضة. فلما نسيبها ساعة كل الخضار ده هينزل بالسوائل بتاعته بالتتبيلة بتاعته، والمية هتحمر وتبقى تحفة. فاللي هعمله دلوقتي ان انا هسيبها على جنب كده لغاية اخر الحلقة، وبعد كده نقدمها خلاص. مش تفكروني ان انا نسيت احط في السلطة شوية ملح وشوية فلفل اسود، نسيت، ما رضيتش اعملها من غيركم في الفصل، مع ان هم قعدوا يقولوا لي اعمليها اعمليها، بس قلت لهم لا يا جماعة ازاي لازم اعملها قدامهم. السلطه دي بقى يا نهار ابيض فظيعه. وتدوقوها، تدوقوا محتاجين ملح تمام، بس خلي بالكم برضه عشان احنا حاطين خل وليمون. لما نيجي بقى نقدم سلطه الحاتي بمصفى كده او بمعلقه كده بتبقى مفتوحه، انا قلت لكم نغطيها ونسيبها ساعه، ساعه اهو. ليه؟ عشان تنزل بقى كل التحابيش بتاعتها، والفراخ شغاله في الفرن. اهم حاجه ان انتوا الفراخ عرفتوا الطريقه بتاعتها، دي اهم حاجه. كده كده هتستوي معانا، حتى لو ما استوتش على الهوا مش مشكله، هنوريها لكم ان شاء الله بعد الحلقه في الكواليس اللي بتنزل على صفحه البرنامج سنه اولى طبخ. عايز اقول لكم على حاجه، الفراخ الصغيره اللي هي زي دي انت طبعا هتبقي شاطره ومتبلاها ليله كامله في الثلاجه، ليله كامله في الثلاجه فيها خل، الخل ده هياكل الانسجه، والبصل كمان هيفتت، والطماطم كل ده هيفتت معاك الانسجه، مش هتاخد وقت خالص سواء شوي على الفحم او في الفرن، مش هتاخد وقت خالص. تخلي بالك لو فرخه صغيره زي بتاعه النهارده اللي هي 1000 او 1100 كيلو او كيلو 100 كيلو 200 مش بتاخد وقت في الفرن خلاص، لكن هي بتاعه النهارده دي طبعا هتاخد وقت، اللي هي مش واخده تتبيله، مش واخده تتبيله كافيه، هتاخد معاكي تقريبا في البيت لو عملتيها وسبتيها ليله 45 دقيقه. طيب انا بقى شايفين سايبه الميه وفيها كده شويه حركات، شويه بواقي سلطه كده، انا عايزاها مش هصفيها كلها. واحنا بنحط الميه كده في الكوبايه نحط شويه ميه ونحط معاها كده شويه سلطه كده عشان يبقوا باينين على الوش، وشرشروا بقى، عيشوا عيشوا الجو بجد. يعني طبعا يعني لا يعني استنوا بس، اللي هو ايه نزلوا يعني كده عادي ولا يهمكوا، اهو اهو بصوا 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 اهي، عارفين بقى تسيبوها شويه الميه هتنزل لتحت زي المطاعم بالظبط، الميه هتنزل لتحت والسلطه هتطلع لفوق. بصوا بصوا عيشوا عيشوا الجو كده بجد، اكله بسيطه قوي وسهله وما خدتش معانا وقت، بس في الاخر هتبقى طعمها حلو قوي. بسيطه، اكله بسيطه، اكل المطاعم ده والله بسيط. بسم الله. وتقيله ما نغرفوش كده، ده الصحه ايه يعني كده. بصوا بقى الفويل، شايفين الفويل، نزل كل الرواسب تحت بمنتهى البساطة، احنا كده حافظنا على الصاج، هنشيل الفويل ده اهو كده وهرميه وخلاص على كده خلاص تمام. هو تقريبا كان مقطوع بس فالسوائل نزلت، بس حتى لو سرب شوية يبقى تفادينا بدل كل اللي انتوا شايفينه على الفويل ده كان نزل على الصاج، ريحتها تحفة. وعايزه اقول لكم برضو
ان هي لو يعني هي مشويه برضو كويس، يعني هي كانت عايزه لها لون لكن هي استوت، لان هي لو كانت نيه، لو كانت مش مستويه ما كانتش طلعت معايا، كانت لزقت، كان الجلد جلد يفضل لازق. خلاص حاضر، بس كده وخلصنا شويه بقى بقدونس بقى وحركات وبتاع وبس وخلاص على كده.